يس. السلام عليكم ومرحبا وأهلا وسهلا فيكم جميعا، سلام للجميع. سهرة جديدة معنا اليوم في سهرات الجلوس في المنزل زي ما وعدناكم كل يوم الساعة 8، معاي صديقي وأخي الأستاذ محمد التميمي، ومستضيفين اليوم شخصية رائعة وظريفة وجميلة، الأخ والصديق الإعلامي هيثم حمد. هو رئيس تحرير ومؤسس شبكة هلا كندا الإعلامية في كندا، وما شاء الله عليهم، هم في هذه الجريدة أول إشي بتتسم بشغلات كبيرة. أول إشي اللي هي سرعة نشر الخبر، المصداقية، دائما بتحاول انه اخبارها تكون مهمة كتير للجالية، فبنحييهم من هذه المنصة ونشكرهم لانهم بيساعدوا ابناء الجالية للحصول على المعلومات المهمة في كندا ونورث امريكا ان شاء الله. وان شاء الله نتمنى لهم يصيروا اكبر من اكبر الصحف والمجلات انا سمعت انهم عم بيسووا راديو، وان شاء الله بعدين تلفزيون، ويصيروا نفس المجلات والصحف والتلفزه العالميه. يا رب. اهلا وسهلا فيك استاذ هيثم. أهلا وسهلا فيك وشكرا على المقدمة الجميلة منك وفعلا احنا بنعتز فيكم يعني وبالعكس يعني دائما بنكون سعيدين لما نتواصل معكم وانتم كمان من الناس المتميزين في المجتمع العربي. طبعا أهلين أستاذ هيثم. موضوعنا، اهلا وسهلا فيك، موضوعنا اليوم هو الاعلام، السوشيال ميديا، وشو عم بتسوي في مواجهة الأزمة. راح يبدأ معنا الأستاذ محمد في الموضوع، نترك له المجال. أشكركم وأهلا وسهلا بالأستاذ هيثم، أهلا فيك. وحقيقة إحنا يعني بنلتقي بين الفترة والثانية وبتكون لقاءات مثمرة ومفيدة. يا سيدي العزيز، الإعلام يعني من فترة طويلة الإعلام هو لغة العصر، والإعلام هو السلاح الحقيقي اللي يؤثر في الدول وتتأثر فيه الدول، والإعلام أصبح الوزارة الأهم في كثير من دول العالم اللي بتعطيه الاهتمام الكبير جدا. تأثير الإعلام لا يخفى على أي عاقل، والآن بدأت تطلع موجات كثيرة من الإعلام وأشكال كثيرة من الإعلام. ولما بنحكي عن الإعلام إحنا بنقصد كل ما يقدم للمشاهد عبر أي وسيلة من الوسائل، لكن بالتأكيد إحنا حنسمع منك الآن إذا تفضلت وتكرمت علينا أستاذ هيثم، كيف يصنف المجال الإعلامي، هذا الفضاء الإعلامي كيف تصنفوه، وأيها الأكثر تأثيرا في هذا المجال من هذه الأنواع الإعلامية، أنواع الوسائل الإعلامية اللي موجودة في فضائنا وفي ساحاتنا؟ تفضل سيدي. شكرا أخ محمد، والله يمسيكم بالخير ويمسي كل المشاهدين والمتابعين بالخير، وأنا سعيد مرة ثانية بوجودي معكم وشكرا يعني على المقدمة. بالنسبة للوسائل الإعلامية الأكثر تأثيرا، خلينا نحكي بالوضع الحالي، طبعا الإعلام بشكل عام هو يعني مش مهنة جديدة ولا هي يعني بس بعصرنا الحالي، بالعكس هي على مدى العصور والتاريخ لكل عصر كان في نوع ما وسائل إعلامية، وسائل الاتصال أو نشر المعلومات وتوصيلها من عدة أطراف للناس، وتعرف الناس شو الأخبار اللي بتصير حواليهم والاتصالات وكذا. هلا على خلينا نحكي على الوضع الحالي، أو خلينا نحكي بآخر سنوات وسائل الإعلام تعتمد معظمها على الاتصال بالإنترنت يعني بخلال الفترة الماضية، وشاهدنا يعني من يوم ظهور الإنترنت في أواسط الـ95 أو التسعينات يعني كل الجهات الإعلامية اللي كانت موجودة سواء كانت تلفزيون أو راديو أو صحف كلها بعد هاي الثورة، ثورة الإنترنت،
بدأت يعني تدرس موضوع الاتصال بالإنترنت و يعني تأسيس وجود لها في الإنترنت، لأنه الإنترنت خلينا نحكي سهولة الوصول وسرعة الوصول لشريحة كبيرة أكبر من الشريحة اللي ممكن يوصلها تلفزيون أو راديو أو حتى جريدة، اللي هي كانت هاي بسموها الوسائل الإعلامية التقليدية. بعد ثورة الإنترنت وبسنوات وبعد وجود حتى مواقع إلكترونية وإخبارية على الإنترنت، بدأت ثورة السوشيال ميديا أو الوسائل اللي بسموها التواصل الاجتماعي. التواصل الاجتماعي كمان عملت ثورة ثانية بعد الإعلام، هي لا تسمى كإعلام ولكن تسمى وسائل اتصال، وهي تولز. يعني الإعلام موجود، يعني كيانه موجود كإعلام، ولكن هي وسائل اتصال لزيادة الوصول وزيادة الانتشار. السوشيال ميديا يعني بتتنوع، وبتعرف في كتير شركات سواء هي من فيسبوك أو تويتر أو يوتيوب أو غيرها، كلها بتتنافس كمان بموضوع الانتشار ووصول المعلومة إلى الآخرين. وبنشوف إنه أغلب كمان وسائل الإعلام، يعني خلينا نحكي على سبيل المثال جريدة نيويورك تايمز مثلا، لها لسه الجريدة موجودة ولهم موقع بالإنترنت، وصارت هاي الجريدة لها مواقع في الإنترنت لنشر المحتوى والتواصل مع الناس. هلا اللي بيميز السوشيال ميديا عن وسائل الإعلام التقليدية بوجودها السابق إنه صار تواصل باتجاهين، صارت الناس يعني فتحت أكثر للناس تعبر عن كمان آرائها بخصوص هاي الأخبار، وكمان ممكن تضفي نوع من إنه توصيل المعلومة يعني للجريدة أو لوسيلة الإعلام. فهاي كلها يعني بالوقت الحالي، يعني احنا بمرحلة هلا على الحفة انه احنا وصلنا، يعني تعدينا مرحلة السوشيال ميديا وتعدينا مرحلة الإعلام الإنترنت وتعدينا مراحل التواصل، احنا هلا في مرحلة جديدة كمان راح ندخلها يعني قريبا ان شاء الله، اللي هي مرحلة الـ5G. الـ5G هاي بدها حلقات لوحدها عشان نشرحها، بس هي مرحلة جديدة يعني راح تكون ما بعد السوشيال ميديا وما بعد الإنترنت. طب وجهة نظرك شو الفرق بين وسائل الإعلام الآن؟ هل الوسائل الإعلام في لها سهولة للوصول للمستمع أو للمشاهد أو للقارئ أكثر مما قبل، لأنه صار عندنا تواصل اجتماعي، وزي ما شفنا في الآونة الأخيرة صار كل من هب ودب يدخل هذا المجال، فهل تتوقع أنه ما هو صار مزبوط، انا بتفق معك. يعني هو موضوع السوشيال ميديا، شوف يعني بدأ مثال احنا الاثنين ايه مثال انا والاستاذ محمد دخلنا في الموضوع الان صرنا لا نطغي هي عليه. شوف هي على اساس نعطيها حقها المزبوط، الاعلام زي ما ذكرت لك من شوي. احنا بنعتبر حالنا شدو شدو. لا بالعكس، يعني شوف حلو الواحد انه يعرف وين منطقته وشو، يعني الاعلام، يعني الاعلام موجود، وزي ما ذكرت لك من شوي السوشيال ميديا هي ليست إعلام ولكنها أدوات للتواصل يعني الكوميونيكيشنز مع الناس. حتى وسائل الإعلام، يعني احنا مثلا عندنا في هلا كندا عندنا وجود في كل وسائل التواصل. انا دائما بحكي لها احنا يعني في ناس، يعني للأسف يعني مؤخرا مع انتشار الفيسبوك وانتشار الصفحات والكذا، الناس بيقولوا صفحتكم، احنا مش صفحة إنترنت ولا صفحة فيسبوك، احنا موقع أو شبكة إعلامية مؤسسة مرخصة، وننشر على الفيسبوك وبننشر على تويتر وننشر على اليوتيوب وننشر وين ما كان. كيف؟ فهي ليست انه احنا بس موجودين على الفيسبوك. هلا في مصطلح بعرفش يعني هل كان يتداول ولساته بيتداول، بس بقول لك لانه دخل لبس عند الناس، الناشطين انا بسميهم دائما ناشطين بمجتمع، ناشطين بالمجتمع. الناشط هو انسان بهمه المجتمع، بهمه انه يزرع الخير بالمجتمع، بهمه انه ينقل معلومه بالمجتمع. هذا ناشط، خلينا نحكي على يعني بالانجليزي بسموها سوشيال ميديا اكتيفست، بعرفش بالعربي كيف بيترجموها، بس هي سوشيال ميديا اكتيفست او اكتيفست، او يعني
هو يعني إنسان نشيط في مجتمعه نعم، ناشط ويستعمل اجتماعي. هاي الأدوات للتواصل مع الناس ونشر المعلومة المفيدة. طيب احنا الآن، أنا بذكر مرة سمعت منك إنه جزء من التفريق ما بين الإعلام أو الإعلامي أو وسائل الإعلام والسوشيال ميديا، حكيت مرة معي على موضوع إنه أي واحد بده يصير إعلامي لازم يكون في له ترتيبات رسمية، لازم طبعا يكون في طبعا له هلا في رساله. خليني اعطيك مثال او اوضح لك الصوره اكثر. يعني وسائل الاعلام، انه مين بيقدر يكون او يسمي حاله اعلامي؟ الاعلام يعني مش اي واحد نشر كلمتين او فتح له صفحه فيسبوك او نشر على يوتيوب او تويتر او يعني حط له. بالعكس، الاعلامي عشان يطلق على نفسه اعلامي، اصلا الاعلامي مش هو اللي بيطلق على نفسه اعلامي، الناس بتطلق عليه اعلامي. هاي واحد. اثنين، مهنة الإعلام زي ما ذكرت لك كمان شوي لها تاريخ عريق ومحترم وله أصول وقوانين وأعراف، يعني أعراف إعلامية، وحتى الجامعات تخرج تخصصات في الإعلام. تخصصات الإعلام كثيرة، مش تخصص واحد ولا اثنين ولا ثلاث ولا 10، في تخصصات أكثر من تخصص. فعشان إحنا نسمي حالنا إعلاميين لازم نكون يعني على أقل تقدير يا اما متخرجين من تخرج وتخصص بالاعلام، او انه عملنا في مجال الاعلام باكثر من يعني، مش اللي بكتب هو بس الاعلامي، ولا اللي بنشر هو الاعلامي، ولا اللي بصور هو الاعلامي. هدول كلها مهن اعلاميه، وكلها يعني كلها تسقط تحت مظله الاعلام بشكل عام. هلا عشان تعمل في الاعلام، خلينا نحكي ناخذ مثال على بشكل عام. بكل دولة في نقابة للصحفيين واسوشيشن وجمعيات. عشان تكون انت اعلامي وبتمارس شغلك بشكل صحيح، لازم تكون انت عضو في هاي النقابات. وعشان تقبل انت في هاي النقابات، لازم نرجع نحكي متخرج من جامعة او من تخصص اعلامي، او وبالاضافة لعملك في مجال الاعلام. يعني في كثير مثلا ناس خرجت اعلام واشتغلت في مجال ثاني غير الاعلام، فلما يروح يعني يسجل، اذا مش مشتغل في الاعلام ما حيسجلوه. يعني لازم يكون له بصمه في الاعلام، على اساس لما يكون عضو نقابه. طبعا باي نقابه بغض النظر شو هي النقابه، لما تنتمي الها انت هي بتدافع عنك، وهي بتعطيك الالف باء بالتخصص، واي شيء بيطرق على موضوع الاعلام اول ناس بيبعتوا لك انت. عرفت كيف؟ فهي يعني عشان نكون واضحين، يعني الإعلام هذا هو الإعلام. أما ال وجودك على منصات التواصل الاجتماعي، وحتى لو كتبت أخبار أو كتبت مقالات أو كذا، وأنت مش من ضمن هاي المنظومة، ما أتوقع إنه يعني أنت إعلامي. حتى لو أنشأت موقع أو أنشأت يوتيوب أو كذا، لا، خلينا نحط كل إشي بمحله. الإعلام يعني خلينا نحكي، مش أي واحد بيسمي حاله دكتور، ولا أي واحد بيسمي حاله مهندس. الموضوع أكبر من هيك، وهو يعني لازم نحترم مهنة الإعلام، لأنها مش يعني للأسف السوشيال ميديا يعني دخل لبس عند الناس إنه أي حدا صار يحط على الفيسبوك أو يحط كذا يسمي حاله إعلام. عشان فأنت بس هل نوضح ترى أن الصورة، هناك تنافس بين الإعلاميين ورواد السوشيال ميديا أو كاتبي السوشيال ميديا؟ لا هل في لا أبدا تنافس؟ بالعكس، أنا ما بعتبره تنافس، لأنه برجع بحكي لك يعني هاي بواد وهاي بواد، يعني ما إلها علاقة في بعض. يعني وجودك على السوشيال ميديا ما بزيد ولا بنقص، وانت بتحكي رأيك زي ما غيرك بيحكي رأيه. يعني خلينا ناخذ على سبيل المثال فيسبوك. فيسبوك عبارة عن إمبراطورية فيها 1.8 أتوقع أو 2 بليون حتى أكاونت. مش يعني لو بدك تحسب كل واحد عنده أكاونت على الفيسبوك إعلامي، بطلت شغلة الإعلام. مظبوط ولا لا؟ فما في تنافس. يعني برجع بحكي لك، مؤسسة الإعلام عشان تكون أنت إعلامي أو بتشتغل في الإعلام، بدك تكون تنتمي لمؤسسة إعلامية. يعني أنا أعطيك على سبيل المثال، أنا عضو في نقابة الصحفيين الكنديين، وعضو في نقابة الصحفيين الانترناشونال، تمام؟ على أساس أنا تقبل عضويتي، ما قالوا لي تعال يلا سجل وكذا، مع إني بشتغل في الإعلام سنوات وعندي موقع وعندي بنشر وكذا. طلبوا هيستوري إلي أنا، وطلبوا شهاداتي عشان يطلعوا عليها. ومع إنه يعني الموضوع يعني كان بالنسبة إلي أنا، إنه شو يعني هذا بده يشيكوا علي؟ آه طبعا بده يشيكوا، لأنه هم برجع بقول لك هم نقابة، زي أي نقابة بدها أنت تتسجل فيها بده يطلبوا الهيستوري تبعك.
وعلى فكرة يعني النقابات يعني الإعلامية بتدافع عن الإعلاميين وبتدلهم، يعني في بصير مؤتمرات، بصير دورات، بصير كذا، ودائما بتواصلوا يعني مع الأعضاء تبعهم. طيب يعني احنا في فعليا احنا شاهدنا بعض الناس من خارج التخصصات الاعلاميه، يعني احنا كنا نشوف ناس مثلا ممثلين نعم فنانين وتحولوا بالاخير لاعلاميين وصاروا مذيعين، صاروا يقدموا برامج، صاروا يقدموا مظبوط، حكيت لك انا شو حكيت لك، انه يعني عشان تكون انت اعلامي لازم تكون متخرج من جامعة بتخصص اعلام، هاي واحد، او و يعني او او تكون اشتغلت في المجال. انا بعرف ناس كتير كمان مش من تخصص الاعلام، يعني انا بعرف اطباء مثلا واعلاميين، تمام، بس اشتغلوا في المجال نعم واثبتوا حالهم وعنده، يعني كل واحد، شوف كل واحد عنده تالنت، انا هاي دائما بحكيها للناس، كل واحد عنده تالنت، عنده ربنا حط فيه نعمة وبده هو يدور عليها، يعني بتقن اشي داخله بده يدور عليه وينميه. ففي ناس ممكن درس تخصص مش اعلام بس لقى حاله في الاعلام، صوته حلو، عنده كاريزما، عنده مثلا بكتب مقالات حلوة كذا، عنده كاريزما، اشتغل في مجال الإعلام ونجح فيه. فهذا نعم إذا أثبت نفسه في مجال الإعلام بعد، طبعا مش من أول مقالة ومقالتين وثلاثة ولا 10 ولا 20، يعني بده يكون شغل ككارير بعدين مش كتسلاية. يعني هلا حتى اللي بيشتغل بالإعلام ككاتب يسمى كاتب وليس إعلامي، عرفت كيف؟ فهي يعني في تخصصات كثير، يعني حتى اللي عفوا يعني اللي المخرج اللي بيصور او اللي بيمسك حتى الضوء، هذا بيشتغل بالاعلام بس ما لا يسمى انه اعلامي، عرفت نعم كيف؟ في كثير لها تشعبات. عشان هيك الدكتور بخلص بقول لك أغلب قامات الإعلام قد لا يكونوا خريجين أو هم ليسوا خريجين من كليات الإعلام، فيما لم يكن هناك أصلا كليات إعلام في بلادنا. أنا طبيب وأكتب بالجرائد، وهذا ما يثني على قولك منذ 40 سنة ولست عضوا في نقابة إعلامية، فهل أنا دخيل؟ هون السؤال. والله ما بعرفش حتى. مش انا اللي بقيم، شوف مش انا اللي بقيم، بس شوف في ناس، عفوا يعني في ناس بتشتغل، برجع بقول لك في ناس بتشتغل بمجال هو بيكون عنده شغف فيه، فاذا اثبت نفسه ليش لا؟ لا مش دخيل، بكون بالعكس هو هذا شغف عنده بس بده يثبت نفسه، بده يكون هو جزء من اشي يعني يقدمه لهذا المجتمع ويقدمه لهي المهنة. يعني في كثير ناس يعني طيب انا الكاتب، نعم تفضل. طيب يعني بجوز هذا الموضوع صار واضح وبشكل كامل من خلال تحديدك للفرق بين الإعلامي والناشط على السوشيال ميديا. نعم اليوم خلينا نيجي على الواقع اللي احنا عايشينه، وانا بدي هون نظرتك كإعلامي درس ومارس وعنده يعني معرفة بالأحكام والضوابط تبع الإعلام. نعم إذا اعتبرنا أنه السوشيال ميديا هي وسيلة من الوسائل، نعم بشكل عام شو رأيك أنت على فضاء السوشيال ميديا بشكل عام، ما يحدث على السوشيال ميديا، تنوع السوشيال ميديا، تعدد القنوات اللي موجودة، كثرة الناس اللي يعملوا فيها؟ يعني أنا أتوقع كل سوشيال ميديا طلعت من تحتها 100 سوشيال ميديا، وكل موقع طلع من تحته 100 موقع، وكل صفحة طلعت من تحتها آلاف الصفحات، وهلم جرة. هذا الكثرة على الساحة إضافة ل طريقة الأداء وطريقة التعاطي وطريقة التعامل مع المشاهد أو المتلقي بشكل عام من خلال واحد إعلامي، واحد يعني درس، كيف بتشوف الواقع هذا؟ والله شوف أحكي لك شغلة بصراحة، برجع بأكد على موضوع يعني من جد وجد، وفي ناس برجع بحكي لك يعني عنده شغف بهاي المهنة وعنده حابب انه، في ناس، شوف في ناس، بدنا نفرق عن كم من شغله، في ناس بتشتغل مهنيه، تمام، عن مهنه يعني هو فاهم شو عم بيعمل، واحد، في
في ناس بتشتغل من موضوع انه بحب الشهرة، بحب الناس تشوفه ينشهر ويأشروا له انه هذا الاعلامي فلان وفلان. في ناس بتشتغل لهدف مادي بس بهمه انه يطلع فلوس من وراء اللي بيعمله، تمام؟ فبدنا، وفي ناس بتشتغل هيك يعني ديسلاي، يعني بتحب تتسلى، ما فيش عنده وقت فراغ زيادة، بحب يتسلى. فكل واحد بوضع او بحط بصمته. والناس شوف على السوشيال ميديا، يعني هي السوشيال ميديا زي ما حضرتك والكل بيعرف، يعني زي اي شيء تاني، سلاح ذو مش حدين، 20 حد. يعني انت كيف تستخدمه لخدمة سواء المجتمع، لخدمة الناس، لتوصيل معلومة، لمهني، لكذا، يعني كل واحد له أهدافه. فالناس اللي بتطلع على الموضوع من برا بتعرف إنه هذا الموضوع بيكون بطريقة إنه شو الهدف من وراه، تمام؟ في اللي بيحب الشهرة مبين للجميع إنه هو بيحب بس الشهرة، واللي بحب اللي بس بيشتغل عشان يطلع فلوس من وراء الموضوع، يعني بهدف مادي، كمان مبين. واللي بيشتغل لخدمة مجتمعه أو ل يعني وضع بصمات خير بهذا المجتمع، كمان مبين. واللي بيشتغل لهدف مهني كمان، لتأسيس، يعني هلا لما واحد بيأسس جريدة ولا بيأسس تلفزيون ولا إذاعة، الموضوع مش موضوع إنه هو بيأسس، يعني هو الموضوع إنه أنت أسست مؤسسة إعلامية. يعني عفوا، الفيسبوك مثلا هلا بنص ساعة ممكن أعمل لك 20 صفحة فيسبوك وببلاش، ما تكلفني إشي، مزبوط ولا لا؟ وأسمي لك كل واحدة باسم وأنشر بكل واحدة شكل أخبار شكل، مزبوط؟ أما لما نعم تكون أنت مؤسسة إعلامية مسجلة ومرخصة وعضو في نقابة الصحفيين ومسؤولة أو مسؤول عن ما تنشر، في فرق كبير. الفيسبوك بتنشر اللي بدك إياه، ما حدا راجع لك. أما لما يكون عندك أنت لايفز، لما الكاتب بيكتب، تمام، لما الكاتب يكتب ما بينشر على طول، بده يروح عند رئيس التحرير أو مدير التحرير يراجع اللي بيكتبه ويراجع الموضوع ويوافق عليه، تمام؟ مش طيب معناته، عفوا، يعني بدناش كمان ندخل رح نحكي عنها كمان شوية، الحريات الصحفية لا تتدخل، ولكن موضوع في لكل مؤسسة إعلامية سياسة. يعني أنا في مواضيع معينة عندنا في هالكلام ما بننشر عنها، ما بنحب ندخل فيها، تمام؟ وفي مواضيع بنحب ننشر فيها، فعندنا سياسة. كيف؟ في مؤسسات مثلا إعلامية تانية تحكمها سياسات أخرى، كل واحد هو بضع السياسة بأطر القوانين والأعراف الصحفية الموجودة. طيب في تفاعل كثير من الجمهور، بدي أسألك سؤالين هلا. هل يوجد مستقبل الإعلام العربي في كندا؟ ماذا، كيف ترى هذا المستقبل؟ كيف عفوا؟ هل يوجد مستقبل للإعلام العربي في كندا؟ سؤال من نسيم. والله شوف، احكي لك شغله. انا لما بدانا، يعني بلا مؤاخذه، يعني لما بدانا بهلا كندا، كانت اول موقع اخباري موجود واسس في كندا، ما كان في غيره. وانا استغربت، لانه انا طول عمري بشتغل في هذا المجال، لا يعني استغربت انه ما في، وكنت يعني حتى ادور على السبب. يعني كان في عندي نوع من الفضول انه اعرف شو السبب. فمع هيك اخذنا يعني الخطوات واسسنا، وكان يعني باولى الاشهر يعني اللي اسسنا فيها بال2015 تعرفت على الدكتور جمال من خلال الموقع، يعني اتصل فيه او بعث لي رسالة وقتها وتعرفنا عليه. ومن هذاك الوقت لهالوقت هذا، يعني لحد السنة الماضية كمان أو اللي قبلها، ما كان كمان فيه. لحد آخر سنتين بلشت الأمور تتغير شوية. بس أنا بشوف بصراحة إنه الـ الإعلام، يعني حتى مع احترامي للجميع، يعني في كتير أخطاء ممكن يقعوا فيها، وإحنا بنوقع بأخطاء مرات، يعني مش إنه معصومين من الخطأ، بس بنحاول إنه نرجع دائما لل أصول وللأعراف والقوانين اللي تحكمنا، على أساس ما نكون بموقع مساءلة أو نخطأ في هذا الخطأ. طبعا الدكتور مخلص اليوم مش حيسيبك، يعني هو كان المفروض يكون معنا بس للأسف. بقول لك العمل بالإعلام العربي يحتاج إلى موافقات أمنية أكثر من الخبرات الإعلامية، وحرم آلاف الموهوبين من العمل بالإعلام العربي. والسوشيال ميديا الإعلام العربي وين؟ في الإعلام بلادنا، في العربي وين؟ بلادنا، في بلادنا قصده. لا، احنا ما بنحكيش عن بلدنا، نحكي وين؟ السوشيال ميديا طبعا هو نقطة هون بحكيها، سهلت على الناس عرض بضاعتها بسهولة وبعيدا عن الواسطات والمحسوبيات. نجاح السوشيال ميديا سببها فشل الإعلام العربي
سوري الإعلام الرسمي والنقابي الذي احتكر الإعلام لسنوات طويلة، هل لك تعليق على هذا؟ والله شوف احكي لك شغله، ما بعرفش يعني الاخ مخلص من وين، عن اي بلد بيحكي او عن وين، بس بشكل عام خلينا نحكي، انا بحكي عن الاعلام العربي في كندا وبحكي عن موضوع الاعلام بشكل عام. انا بصراحه يعني خبرتي بتاسيس الاعلام في كندا ما في منه الحكي اللي حكاه، بالعكس اثبت وجودك واثبت في كندا نفسك بكندا وكون عضو، عندك القدرة انك تدير موقع اعلامي، والاعلام يعني بالعكس ساحة مفتوحة، والشاطر اللي بيثبت نفسه يعني بالعكس، التنافس الاعلامي اللي موجود في كل العالم هو تنافس اعلامي، يعني بتشوف اكبر المحطات السي ان ان والسي بي سي والكذا بتنافسوا مين يطلع البريكنج نيوز قبل الثاني صحيح. بثواني، طيب مضبوط ولا لا؟ حبيبنا إعلامينا الكبير أستاذنا الرائع هيثم، يعني أنا الله شوي بدي يخليك. أجرك برا الدبلوماسية، من أول ما بديت وأنت نازل فينا دبلوماسية دبلوماسية، والله كأني أنا يعني قدام وزير خارجية. وزير خارجية كندا ما كانش دبلوماسية بالطريقة هاي. تمام إحنا اليوم على الساحة، نعم السوشيال ميديا في الساحة، حكينا فيها مهبة ودب ماشي، وفيها الكثير. هل أنت راضي عن ما هو موجود على السوشيال ميديا ولماذا؟ إذا كان والله شوف نعم إيش اللي شايفه، نعم. وإذا كان لا، إذا كان لا فما هي الأشياء والعيوب والمشاكل أو المخاطر اللي تجدها أنت؟ ما إحنا بنحكي عن السوشيال ميديا اللي بتخصنا، السوشيال ميديا في يعني اللي تعامل في بتعامل معها إحنا كجالية عربية أو مجتمع عربي في كندا، طيب خليني احكي صار في لك، عندنا كثير من انا القنوات. تخصصي اصلا أنا شخصياً بدبلوماسية كاملة أنا مبسوط على كل السوشيال ميديا اللي في الساحة العربية، ما طيب أعرفش انا بدي اقول عنك. لك شغله، انا بدي احكي لك شغله، انا تخصصي اصلا ديجيتال ميديا اند كوميونيكيشنز، تمام، واللي هي تحتها السوشيال ميديا، وانا سيرتيفايد ترينر بالسوشيال ميديا، يمكن حكيت لك الكلام هذا. هلا طريقه استخدام السوشيال ميديا ليست يعني الناس للاسف، في انا يعني اللي بستاء منه او اللي بشوفه غلط، خلينا نحكي الناس تستخدم السوشيال ميديا بطريقه مرات بتسبب لها مشاكل، لانه بيعتبر حاله انه شو ما حكى على السوشيال ميديا هو جزء من حريه التعبير، لا مش حريه التعبير، يعني في ضوابط وفي قوانين وفي كثير شغلات تحكم هذا الشيء. وعشان نكون واضحين اكثر، موضوع السوشيال ميديا يعني اذا لاحظنا قوانين الفيسبوك نفسها اللي احنا هلا عم نحكي من خلاله، واللي كل الناس هلا اغلبها اللي بتشتغل عن طريق الفيسبوك وبتنشر عن طريق الفيسبوك، الفيسبوك نفسه اذا بتعمل انت سيرش على فيسبوك فيك نيوز، وحتى بتقدر تعمل ريبورتينج على اي منشور اذا كان هو فيك نيوز، وهم بيحاربوا الموضوع الفيك نيوز اللي هو اخبار كاذبة او غير صحيحة، تمام. هاي واحد. اثنين، كندا قبل اشهر مش من زمان كمان طلعوا قوانين تحارب الفيك نيوز، تمام، وتجرب موضوع الفيك نيوز. فالموضوع كمان يعني الدرجة الثانية كمان شاهدنا كتير عن موضوع الناس بتشهر بعض او تتعدى على بعض او تحكي على بعض بطريقة يعني بتجرح او بتضر الاشخاص التانيين، وهذا اشي مش مقبول يعني. وكمان في قوانين تحاسب المسيئين، يعني سواء انت وجودك على السوشيال ميديا ما عندك الحريه المطلقه، عشان نكون واضحين جدا، يعني مش الواحد بفكر انه هو خلص على الفيسبوك وانت في كندا وعندك حريات وكذا، اوكي عندك حريات بس ما هو تنتهي حريتك عندما تبدا حريه الاخرين، لما انت بتصير تضر غيرك انت ضريت غيرك فبدك تتحمل مسؤوليه، اذا رفع عليك قضيه او دخلك في محاكم وكذا ممكن يطالبك في ملايين اذا اسأت له. واحنا يمكن شاهدنا يعني بعض الحالات يعني اللي صار فيها نوعا ما من قضايا ومن يعني مش بس من المجتمع العربي، احنا بنحكي بشكل عام، واحنا يعني كمجتمع عربي في كندا احنا جزء من المجتمع الكندي، خلينا نحكي، لانه احنا بالنهاية عم نشتغل من ضمن القوانين الكندية، ما عم نشتغل من ضمن القوانين العربية ولا من ضمن اي قوانين تانية، ما دام انت موجود في كندا وإقامتك في كندا، أنت القانون الكندي هو اللي بيحكمك. فعشان طبعا نكون واضحين.
الأخت نادية بتسأل أو بتعلق تقول لك السوشيال ميديا وسيلة خفيفة الدم بس كثير مبهمة وبتخوف، لأنه برأيي لا تعتمد على أساس يرتكز عليه ومحاسب عليه. وهذا لا اللي بنحكيه. شوف، تفضل. انا معها، بس في شغله، اذا انت حسيت حالك، يعني هلا شوف، اي واحد بحس حاله حدا اساله على السوشيال ميديا، خلينا نحكي، باخذ يعني في عده خطوات، عده خطوات باخذها. بدك توثق هذه الاساءه اولا، ثانيا بتقدر تبلغ الشرطه عنه اذا كان في يعني تهديد او في كذا، ثالثا ممكن انت ترفع عليه قضيه وتطالبه بتعويض لانه اسالك، حتى لو ازال المنشور، تمام؟ حتى لو ازال. ف يعني خلينا نكون شوي واعيين كيف نستخدم السوشيال ميديا. انا مش يعني بخوف الناس او كذا، لا، بس في خلينا يعني، وبالنهايه شوف، الاحترام سواء على الاعلام ولا على السوشيال ميديا او كذا، هو الاحترام المفروض انه يكون موجود وين ما كان، والاساءه ما تكون بطريقه التشهير او طريقه هلا انت عندك. انا على سبيل المثال امبارح نشرنا خبر، وفي ناس اعترضت على كلمة في الخبر، من يحكم لا ايش كانت، يحكم، او كان عن ترودو، انه ترودو يحكم كندا، ففي ناس اعترضت انه لا ما تقول يحكم، قول شو اسمه اخ محمد، ايش كان، يدير يمكن يدير يدير او أمور يقود على يقود يقود يقود، ايوه. فيعني هي الكلمة الأزبط إنها يحكم، لأنها من حكومة وهو رئيس الحكومة، فهو يحكم فعليا كندا، عرفت كيف؟ فهي بتقول لي الأخت، يعني بتقول لي لا يحكم، هي بتذكرنا بالأحكام العرفية أو الأحكام البلاد وكذا. فإحنا بالنهاية أنا بد يعني دائما بحب أشتغل ككندي في ككندي عربي في كندا، يعني تحت الإطار الكندي. حتى صحيح. أنا هلا كندا، يعني موقعنا دائما بنقول اتس كنديان نيوز ان عربيك، هي اخبار كنديه بالعربي وليس اعلام عربي بالعربي. هو ممتاز، لانه هون في اسئله جاياك على الموضوع اليوم، كبس الشباب. الاخ ماجد بقول لك انتوا تحياتي. صرتوا لي معناته هيك، الاخ ماجد بقول لك هذا مش حندخل متفقين على التصميم. الاسئله احنا. اخ ماجد بقول لك تحياتي دكتور جمال واخوي الاستاذ محمد والاعلامي هيثم، اهلا وسهلا فيك اخ حبيبي ماجد، دائما متابعينا. طبعا مخلص رجع بقول لك المؤسسه الاعلاميه بدها ممول، ممول هو من يحدد سياستها. فنسيم بيسالك، هل مسموح تقبل تمويل خارجي حسب القانون الكندي؟ والله محمد شوف، إبراهيم. احكي لك شغله، الكلام التمويل والشغلات والسياسات هذا ببلادنا مش هون، تمام؟ كل مؤسسه، برجع بحكي حكيتها من شوي، أنا كل مؤسسه هي تضع سياساتها بغض النظر شو يعني في احنا بيسمونا اثنيك ميديا، يعني ميديا باللغات غير الانجليزيه او الفرنسيه، هذا للأستاذ وفاء، أخلاقيات العمل. يلا تفضل ايه. طب واحدة أستاذ واحدة. وفاء، بتسألك عن أخلاقيات العمل دخلت فيها. طيب واحدة واحدة، يلا. فسياسات المؤسسة الإعلامية، بس نخلص الجواب هذا، سياسات المؤسسة، اعمل أنت مؤسستك الإعلامية وحط سياساتك زي ما بدك، يعني الموضوع مش صعب، يعني حرين كل واحد يحط سياسته اللي بده إياها بالنهاية، سواء بتمويل أو غير تمويل، يعني الموضوع مش موضوع تمويل، موضوع سياسي، أنت شو مزاجك بدك تحكي بأي موضوع، عرفت كيف؟ ايش السؤال الثاني؟ لا، هو الأخلاقيات العمل في الإعلام الكندي طبعا. هلا شوف، في طلع، في بنرجع نحكي، يمكن حكيناها من شوي، في بروتوكولات واخلاقيات لمهنه الاعلام، والانسان بطبيعته يعني الاجتماعيه، اي واحد بتدخل في شؤونه او بشؤونه الخاصه، يعني سواء بالسوشيال ميديا او حتى بالحياه العامه، ما بيحب حدا يتدخل بخصوصياته، تمام؟ فالموضوع الأخلاقيات لازم نحترم خصوصية الآخرين، لازم نحترم أعراف الآخرين وانتماءاتهم وخلفياتهم الدينية والعرقية والشغلات هاي، لازم تكون في احترام يعني بالنهاية. وحتى يعني جزء من الأخلاقيات اللي يكون كمان في سرية بالمهنة، مهنة الإعلام فيها جزء كبير اللي هو سرية المهنة، يعني انت لما بدك واحد او تنشر خبر عن موضوع معين، مرات بتشوف كثير بالاعلام مثلا مصدر ما بده يذكر اسمه او ما بده كذا،
او بيكون مثلا علمت من مصادر كذا، عرفت كيف؟ ما بدهم يذكروا الاسم، فهي في سريه بالمهنه حمايه للاطراف اللي بتزود. يعني شوف الاعلام بشكل عام بالعالم كله، بالعالم كله بغض النظر من وين، هي سلطه رابعه، هي سلطه للمساءله ومساعده الحياه العامه على الاستمرار، لانه هي فعليا تكشف مرات عمليات الفساد، تكشف عمليات النهب والاعتداءات والتزوير، يعني كثير في شغلات في الاعلام هو اللي بيكشفها، يعني زي هي سلطه فعلا، اللي بسميها سلطه رابعه هي فعلا سلطه رابعه، يعني بس بيكون لها مصادرها. في تخصص في يعني في الاعلام درسناه يعني بالجامعه، اللي هو تخصص اللي هو بسموه انفستيجيشن جورناليزم، اللي هو صحافة استقصائية. تمام، الصحافة الاستقصائية هاي سرية كاملة، يعني واحد ممكن صحفي يتنكر ويروح على مكان يشتغل فيه بس عشان يجمع معلومات أو يشوف كيف الأمور بتصير من جوا عشان يكشف نوع ما فساد أو سرقة أو إيش مكان. تمام، فهاي كلها أخلاقيات يعني لازم كل الإعلاميين يتمتعوا فيها. وبالنهاية شوف كل واحد بيشتغل في الإعلام بيعرف انه الموضوع مش بالسهوله اللي الناس ممكن يقرأوا الخبر بسهوله، بس كتابه الخبر وتجميع المعلومات والطريقه اللي تجمع فيها المعلومات هناك الشغل. مرات انا بقعد بخبر بكتبه 3 ايام او 4 ايام او اسبوع، او مرات في اخبار، يعني الاخبار في فرق كمان بين الاخبار اليوميه اللي تكتب خلال ساعات، وفي بين اخبار تحضير زي تقارير، لانه التقرير الاخباري بده يكون فيه كتير جوانب بنحطها فيها فباخذ وقت اكثر. طيب يعني نرجع شوي لأحوال السوشيال ميديا. نعم، خلال الأزمة اللي صارت هذه، علشان نعطي مثال وواقع دقيق يعني، نعم، عشان نقدر قدر الإمكان نطلعك من الدبلوماسية. الآن أحوال السوشيال ميديا خلال الأزمة مثلا، هذا مثال، في أزمة، بدأت الأزمة، إحنا في حجر حوالي صار لنا تقريبا يعني شارفنا على إنهاء الـ 14 يوم، شارفنا على الانتهاء منهم. الفترة هذه كلها وما قبلها، يعني أعطيني كيف كان الأداء الإعلامي وكيف كان أداء السوشيال ميديا. خليني أحكي لك نقاط. طبعا. الناس 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 فعليا كلها كانت تروح تهجم على السوشيال ميديا، تتلقى الخبر من السوشيال ميديا، تتلقى المعلومة من السوشيال ميديا، حتى المواضيع الطبية من السوشيال ميديا. صار واحد يعني خريج لغة عربية، أستاذ لغة عربية، ماشي، عمل يوتيوب، عمل فيديو كامل على موضوع الكورونا وطلع الناس من الأزمة تماما وحل مشكلتهم وأعطاهم العلاج الطبي كيف يتعالجوا وأعطى كل التفاصيل أعطاهم إياه. وبالأخير الحمد لله دكتور جمال اتصل، بعت لهذا حق، صار يهتف في العالم دكتور جمال إيش هذا. بس بعد إيش الدكتور جمال بجوز هتف قدام 900 أو 1000 واحد، الرجال هذا كالناري في الهشيم، الفيديو تبعه انتشر لألوف من البشر. الناس ليش بتقبل على السوشيال ميديا؟ وين لما نحكي انا اليوم انا احكي لك شيء وشفت، شوف ما هو طلع، بنرجع بنحكي، طلع المتلقي الغلط او الخطا مش على الناشر، الناشر بيضرب هالضربة وبروح، وخاصه اللي زي هذا الاخ اللي نشر الفيديو وكذا، وانا شفت الفيديو للاسف يعني كله حكي ما لوش علاقه بالواقع. هلا لما تشوف انت يعني في نوعيات مثلا او ناس، خلينا نحكي العوام اللي هم بشكله عدد كبير من الناس اللي بالسوشيال ميديا، في ناس مثقفه وفي ناس بتقرا على السوشيال ميديا او بتسمع وبتروح تبحث عن المعلومه من موقع معتمد او من موقع اخباري او من جهه اعلاميه معتمده او فيها ثقه على اساس تتاكد من هاي المعلومه. مش كل إشي يقرأ، حتى اللي على الإنترنت، يعني مش بس السوشيال ميديا، أي إشي تقرأ على الإنترنت، يعني بفترات قبل السوشيال ميديا كان أي واحد مثلا تتذكر لما كان الناس تبعت لبعض إيميلات، كل أبصر إيش بتحميك من أبصر إيش وكذا،
فالموضوع مش موضوع اي شيء يقرأ على السوشيال ميديا زي كأنه شيء مقدس صار وهو المضبوط، لا، لازم الواحد يشغل مخه شوية ويدور على المعلومة الصح ومن مصادرها الصح. مع الوقت، مع الوقت يعني احنا عفوا، يعني بدي احكي لك شغلة، يعني اللي بيفرق مثلا موقعنا عن مواقع تانية، وانا سمعت كثير الحمد لله يعني من الناس بقول لها احنا بنقرا الاخبار بمكان تاني مرات، او بنقرا اخبار في مكان تاني، بنيجي على هلا كندا عشان نتاكد انه هذا الخبر مزبوط ولا مش مزبوط. فالفكره انه خلي الناس شوي توعى بموضوع التوثيق للمعلومه. توثيق المعلومه لما بتسمع خبر او بتحضر فيديو او بتشوف اي شيء على السوشيال ميديا، مش معناته صار الاشي خلص مقدس ومنتهي وخلص ما فيش تكذيب. وللاسف انا شفت، يعني حتى انت اللي بتقول لي يعني مواقع اخباريه في كندا موجوده وصفحات بكندا نشرت الفيديو. بنرجع نحكي على نقطه انا حكيتها من شويه، في ناس بتدور على اللايك بده لايك، وفي ناس بتدور على مصاري بده ترافيك يجي لعنده، وفي ناس بتدور على مهنيه. فللاسف يعني لما واحد بنشر فيديو زي هذا بس عفوا استاذ هيثم، تفضل. يعني انا سؤالي الاخر، الشق الاخر من سؤال، ليش عجزت القنوات والوسائل الاعلاميه المحترمه انها تستقطب الناس في حين انه الناس تتهافت على السوشيال ميديا بشكل كبير جدا وتغريها السوشيال ميديا؟ اذا كان في موقع اخباري رسمي محترم كويس بيجي 10 زوار، اضربهم في 100 على مواقع اخرى على السوشيال ميديا، الناس تنطلق وبتحب وبترغب انها تتابعها. يعني ليش السوشيال ميديا استطاعت انها تغري الناس في حين انه الاعلام ما زال بيشتغل تحت مظلة تابوهات معينه جامده خلت الناس ما تكون يعني متحمسه انها تتعامل معه؟ يا اخي لا، مش مظبوط الكلام، عفوا مش صح، مش ما بوافقك يعني تفضل الكلام هذا. السوشيال تفضل ميديا برجع بقول لك هي اداه وليست مصدر، هي اداه، واللي بيعتبرها مصدر من انا للاسف بحكي له غلط الكلام. مش ما السوشيال ميديا مش مصدر معلومه، السوشيال ميديا فيسبوك شركه، فيسبوك بتطلع مصاري من ورا الترافيك تبعي. هلا انا وياك نعمل الفيديو على فيسبوك، هم عم بيستفيدوا مني ومنك، عرفت كيف؟ الفيسبوك هو شركة يعني فور بروفيت، مش نون فور بروفيت، يعني هم بيخلوك تستخدمها بس باللحظة اللي انت بتعارض سياساتهم او بتعارض الطريقة اللي بيشتغلوا فيها، على طول بيسكروا لك صفحتك وبيسكروا لك بروفايلك، عرفت كيف؟ فانت بتشتغل من ضمن سياساتهم، ما بتشتغل انت لوحدك. الموضوع مش موضوع انا والله عملت لي جروب ولا عملت لي صفحة فيسبوك معناته انا خلص بنشر اللي بدي اياه وعندي والناس بتصدقني وعندي فولورز ولايكات وكذا، لا، مش موضوع فيسبوك سكرت صفحات عليها ملايين الفولورز، ملايين، ويوتيوب سكرت قنوات عليها ملايين الفولورز وملايين السبسكرايبرز. ليش؟ لانه عرضت سياساتهم. فانت فعليا ما عندك الحرية الكاملة تحكي اللي بدك اياه، عرفت كيف؟ انت عم تشتغل الاعلام، انا موقعي كهلا كندا انا اي اون ات، الوحيد اللي بيقدر يحاسبني القانون بس، لانه انا في كندا، القانون الكندي هو اللي بيحاسبني. هلا وجودي على الفيسبوك اتس تول بس لاوصل للناس وانشر من خلاله، وما انا بس يعني عفوا انا في ترافيك، عشان نوضح الصوره اكثر، في ترافيك بيجي لهلا كندا اوكي مش من الفيسبوك. الفيسبوك اوكي بيجيب ترافيك، بس الترافيك الناس صارت تحط هلا كندا دوت سي اي يدخل دايركتلي على الموقع، عرفت كيف؟ يعني بكره لو فرضنا فيسبوك سكر، هلا كندا لسه شغاله، عرفت كيف؟ فهون بدنا نفرق ليش الاعلام. هلا السوشيال ميديا ليش منتشره؟ منتشره، فيسبوك شركه كبيره كمان، عندها ادوات وعندها استراتيجيز كيف هي تخلي الناس تتواصل مع بعض، فهم بيشتغلوا. يعني هم احنا بنقدر يعني كمان شغلهم لسهولته، يعني هم عم ببسطوا على الناس كيف تتواصل مع بعض عشان هم يستفيدوا، يعني هيك الاستراتيجية تبعتهم. يعني يمكن أنا هذا من أكثر المواضيع القريبة على قلبي، خاصة في الوضع الحالي، لأنه كلنا بنعرف بالتزييف اللي عم بيصير والخرافات والخزعبلات، ويمكن هدول الناس زي ما أنت حكيت، هو ناشر بده يوصل لعدد معين من الكليكس أو الفيوز أو whatever. وبس السؤال اللي بيطرح نفسه الآن المستمع واللي بيشوف هذا الخبر
وكذلك الأمر اللي بيعمل له فورورد، هذول قديش عليهم حساب. يعني إحنا لازم نشغل الدماغ اللي ربنا أعطانا إياه، أكبر كمبيوتر على وجه الأرض، عدد خلايا فيه ما في أي كمبيوتر، عدد سعة كبيرة جدا. ف يعني هذا رسالة إن شاء الله توصل للجميع. يعني أنا بحاول، لكن أنا زي ما حكى الأستاذ محمد والأستاذ هيثم، نحن أشخاص، وللأسف الشغلات اللي زي هيك ممكن إنها تنتشر لأنها سهلة على الناس وبحبوها، واشرب لك خل واشرب ينسون، ووصلت لدرجة إنه يعني، وأنا برجع بحكيها كل مرة، إنه شرب الكحول بقتل الكورونا، وراح 27 واحد ضحية، سواء كانت نكتة سواء معلومة خطأ، 27 واحد منهم طفل توفوا من زيادة من تسمم في من شرب الكحول. فيعني لازم شوية يعني أنا بعرفش، بس حبيت أفش غلي يعني. شوف، هو الموضوع انا بوافقك فيه، موضوع السوشيال ميديا يعني لا انا ولا انت راح نحله، هو موضوع شائك، وحتى يعني بقول لك الحكومه بتدخل فيه، ونفس الفيسبوك اللي هم يعني موقعهم عندهم، ادخل هلا اعمل فيك نيوز فيسبوك، اكبس بطلع لك القوانين تبعتهم وشو هم عم بيعملوا وشو راصدين مبالغ عشان يحاربوا موضوع الفيك نيوز. واذا بتعمل، إذا اكيد كلنا بنعرف، اذا انت بتعمل ريبورتينج او شفت محتوى، يعني فيسبوك كمان عاملين خطوات على اساس انت يحاربوا المواضيع هذه، اذا شفت محتوى مثلا مخل بالاداب او محتوى يتعدى على حدا او محتوى يعني بيعارض سياسات فيسبوك بشكل عام، ممكن باي خبر في فوق هاي الثلاث نقط تكبس عليها ريبورت كونتنت او ريبورت. هذا كول، هذا ايه كول لكل شخص انه يعمل ريبورت اذا شايف انه هاي فيك نيوز. بالظبط، ما وفيسبوك على طول بياخذوا اجراء، عندهم ناس وعندهم يعني زي سنتر مختص بهاي الامور وبتابعوها على طول، واذا فيها اي محتوى فعلا مخالف لسياساتهم بيشيلوه على طول. طيب ماجد، وبيوجهوا باي ذا واي، وبيوجهوا انذار، او اذا كان يعني حسب المحتوى بيوجهوا انذار لناشر المحتوى. يعني انا للاسف بشوف كمان صفحات او جهات يعني تدعي الاعلام، بيكون هو منزل فيديو من الجزيرة وناشره عنده، يعني هاي كمان انتهاك لحقوق الملكية الفكرية. كيف؟ فهذا كمان الموضوع يعني كمان إذا بدنا نشتغل بالإعلام ما بصير نعمله، يعني هاي كمان أعراف إعلامية، والقوانين الكندية كمان تمنع، لأنه بالنهاية هاي بيسموها كوبي رايت انفرنجمنت. ماجد برجع بحكي لك، الإعلام العربي وأقصد هنا السوشيال ميديا في كندا جديدة ولا زالت في بدايتها، وما حققته للآن رائع ومتميز. نادية بتحكي أنا بقصد إدلاء المواضيع الخاطئة. يس، هذا اللي طبعا نسيم بقول لك أنت ما جاوبت على موضوعه، اللي هو أعتقد أنك جاوبته كويس، اللي هو موضوع الفاندنج من جهات خارج كندا. محمد عمران بحكي لك، مع الأسف كثير مواقع تعتمد على نسخ الخبر وليس رصد الخبر أو الحدث، وهذا السبب لكثرة انتشار المواقع. بتحب والله شوف احكي لك شغله، احنا في شغله، الاخ محمد حكى نقطه مهمه، في شغله بالاعلام، بعرفش يعني الباك جراوند تبع الاخ محمد، بس في شغله بالاعلام، اي جهه اعلاميه، اي جريده، اي تلفزيون، اي وسيله اعلاميه او شبكه اعلاميه، في عندهم سوري عندي في بيكون عندهم بسموها غرفه اخبار، بتفوت على غرفه الاخبار بتشوفهم فاتحين كل انواع المحطات اللي في الدنيا، بيتابعوا سي ان ان، فوكس نيوز، الوسائل الاعلاميه، هذول الجهات اللي يعني الجهات الاعلاميه بتتابع وبترصد الاخبار على اساس تتسابق وما يروح عليها اي خبر. فهي رصد الاخبار من جهات اعلاميه ثانيه مسموح، بالعكس هو تنافس موجود. هلا نسخ الاخبار بطريقه اللي بيحكي فيها، في اتفاقيات بين مواقع وبين جهات اعلاميه، وبين يعني احنا بناخذ مثلا من وكالات انباء، وكاله الانباء بتبعت لي الخبر زي ما هو، باخده كوبي بيست لان انا في اتفاقيه وبدفع لهم على اساس انا اخذ هاي الاخبار، مش الموضوع انه نسخ او كذا. هلا في جهات تانية، يعني انا عم بشوف كمان الاخت اعتدال عم تحكي،
في مواقع إعلامية بتاخذ مثلا اللايف أو المؤتمر الصحفي من أي وكالة معتمدة، بحط اسمه عليه، بحط اللوجو تبعه، هو مش منه. كمان هاي كمان سرقة، لأنه ما بصير. حتى لو أنت بدك تستخدم الفيديو تبعه، بدك أول شيء تاخذ إذنه، إذا سمح لك تحط اللوجو عليه. عرفت طيب كيف؟ ده مش موضوع. ويمكن بذكرك الأخ جمال، تتذكر في فيديو أنت أرسلت لي إياه من فترة، كان لجاستن ترودو في المسجد، لما اجى دخل على المسجد، يعني ورحب، وكان متوقع العيد او صحيح رمضان وقتها، وحطينا وارسلت لي اياه للنشر، وخلال دقائق يعني سرق الفيديو ونحط في موقع ثاني او في مكان ثاني، مزبوط موقع ولا؟ كبير. بالضبط. ورجعنا وحكيت انت يمكن تواصلت معهم وقتها، ردوا شالوه، وردينا شلنا الفيديو وحطينا عليه اللوجو عشان ما حدا ياخذه. مزبوط ولا صحيح لا؟ صحيح فهي يعني بتصفي، في لازم يكون في احترام، وهذا جزء من العرف الصحفي يعني. يا سيدي. أنا مرة كتبت مقال على موقع، على صفحتي، كتبت مقال بعد هيك شفته مشير حوالي فوق 1500 مرة، بس مش من صفحتي، من صفحة واحد آخر باسم، اسمه شخص، يعني شخصية كبيرة معروفة ومشهورة، وكان ينسب الكلام اللي أنا كتبته، كان ينسبه لشخص آخر إنه هو صاحب المقال هذا، وانتشر المقال كله وهو ينسب إلى شخص آخر غير اللي كاتبه. فيعني هذه مواضيع من المغامرات يعني، ومن الثغرات، وال يعني زي ما نحكي هي العيوب اللي نتعامل فيها في هذا الواقع. نعم. طيب، أنا الآن بما أنكم دخلتوا على مواضيع الأخبار المضللة والمواقع اللي على السوشيال ميديا اللي ممكن تؤذي وتكون خطيرة، فهل في عندنا إحنا شيء من قوانين، من أحكام، من أدوات نستطيع إحنا فيها الناس العاديين المتلقين إنه نحمي فيها أنفسنا ونحمي فيها الآخرين؟ ما مزبوط، موجود عندنا على السوشيال ميديا تعمل ريبورت، هل هذا فقط ولا في عندنا شيء رسمي؟ في عندنا شيء رسمي في كندا، في عندنا شيء هذا ممكن نتعامل فيه على أكثر من ليفل، في ليفل على مستوى الفيسبوك أو على مستوى اليوتيوب أو على مستوى السوشيال ميديا، في ليفل أعلى على مستوى البلد. ما فهمتش. هل في عندنا شيء زي هيك يحمي يعني، في عندنا أدوات وأساليب قانونية تحمي الناس من ما يخرج عن السوشيال ميديا أو عن الإعلام بشكل عام يضر المجتمع ويؤذيه أو يؤثر على أفراد فيه؟ عزيزي، برجع بذكر، إحنا بنشتغل في كندا، واللي بحكمنا وبحكم الجميع القانون الكندي، وفي جهات زي ما ذكرت لك من شوية تنظم العمل الإعلامي، وفي جهات اللي هي القانون الكندي. اذا انت حسيت حالك يعني حدا انتهك خصوصيتك او تعدى عليك او سرق منك او كذا، بكل بساطه بتوصل المحامي، بيرفع لك قضيه وبتمشي في اجراءاتها وبتاخذ حقك في قانون. يعني القانون بعرفش، يعني لازم الناس اللي بدها تشتغل في الاعلام تطلع على القوانين، وفي قانون لكل شيء، كل شيء من اللي بنحكي فيه هلا في قانون منظم له. احنا بالنقابه بنختص في قوانين الاعلام والنشر والكوبي رايت والشغلات هذه. بس بموضوع الاساءه، اذا انا اسات لك سواء على السوشيال ميديا او اسات لك بالشارع، هي اساءه بالنهايه. بدك تدوكيمنت وتروح تثبت انه انا اسات لك، تمام؟ غير هيك ما بنقدر نعمل شيء، يعني ما في شيء ثاني، ما في حدا ثاني. في القانون ليحكم الجميع في كندا، ما في أي جهة تنظم العمل غير القانون الكندي. أوكي. الأخ ماجد. طيب أنا معلش. سوري. تفضل. عشان زيادة زيادة بس في توضيح السؤال. اليوم إحنا بنشتغل في هذه الأزمة، والأزمة هذه في مواقع السوشيال ميديا بتنشر أخبار كاذبة. نعم. هاي الأخبار الكاذبة بالقانون الكندي كيف تعالج؟
يعني بدل ما دكتور جمال كل يوم بطلع فيديو عشان يلاحق طيب موقع هل هاي موقعين ثلاث. المواقع، اوكي ماشي، هل هاي المواقع اصلا يعني مواقع او صفحات فيسبوك فقط، ولا مواقع مؤسسة يعني كشركة او ك يعني خلينا نعتبر الثنتين في هاي الحالة وفي هاي الحالة. هلا كفيسبوك بتقدر تريبورت لفيسبوك، وبتقدر اذا فيها اساءة او فيها كذا تقدر تبلغ عنه كمان، عرفت كيف؟ هاي وحدة. هلا اذا مؤسسة ممكن ترفع عليه قضية او ممكن تبلغ عنه السلطات كمان، عرفت كيف؟ لانه اذا في عنده تأثير باخباره الكاذبة هو عم بضر المجتمع فعليا، مش عم بنشر اشي منيح، عرفت كيف؟ وللعلم نعم أعتقد الحكومة الكندية برضو رصدت مبلغ من المال طبعا انا قلت لك طلعوا لهذا قانون الموضوع وعملوا الآن، يس، لمحاربة الفيك نيوز خاصة في نعم، موضوع لانه شوف الأزمة الحالية. الموضوع هذا مش بس بالمجتمع العربي للاسف، بكل يعني هذا بيعاني منه العالم كله، مش بس بكندا كمان، كل العالم نفس المعاناة يعني. بس بتعرف في المجتمع العربي بلاحظ شغلة، إنه لما بتوصلك مثلا على الواتساب، اوكي، بعتقد انا هيك عندي شعور انه كل الوطن العربي مشترك بجروب واحد، لانه بوصلك المسج من 15 جروب بنفس الوقت، يعني دقائق بينهم. تقول يا اخي شو شوف هالسرعة، كيف عرفوا بعض؟ يا اعمل له بلوك وريح راسك. شوف هو بدر لما بحكي يكون لك شغله، الواتساب هو جزء من خلينا نحكي السوشيال ميديا، وهو الواتساب اللي ما بعرف اذا الواتساب هو جزء من فيسبوك كمان، يعني هو اوند باي فيسبوك، اشتروه فيسبوك، والانستغرام اشتروه فيسبوك. الموضوع يعني حتى لو واحد بعت فيديو مضلل على الواتساب او على الانستغرام او على الفيسبوك يعامل نفس المعامله، ويو كان تريس هيم وتشوف مين اول واحد اصدر الخبر او اصدر الفيديو او هذا. ويعني هلا مثلا في دول اللي عندها قوانين ممكن تختلف عن كندا بتتعقب الرسائل هاي، وبيرجعوا للانسان اللي نشر الخبر الاصلي ويعاقب ويجازى، ويمكن شفنا كثير اخبار بالموضوع هذا. يا ريت يا ريت. ماجد بقول لك تحية عروبية خالصة للإعلامي هيثم. حبيبي سؤالي الآن، للآن لم أقرأ لك أي مقالة صحفية، لماذا؟ أنا حكيتها يمكن بأول حلقة، أول شيء بالإعلام ليس بالضرورة إني أكون كاتب، وليس بالضرورة إني أكون مخرج، وليس بالضرورة إني أكون كل شيء. أنا ناشر موقع وأنا بدير الموقع من خبرتي ومن كذا. بالعكس انا يمكن هو ما قرا، بس انا نشرت اكثر من مقاله ويمكن هو ما قراهم، بس انا كثير يعني مش مختص، مش كاتب ككاتب، ممكن بكتب من فتره لفتره، بس مش بصراحه ما عندي وقت اني اقعد اكتب. في الدبلوماسية، يعني في الدبلوماسية كيف؟ تكتب في الدبلوماسية، دبلوماسي كتير. لا لا بس مش شغله دبلوماسي، يعني في والله اني يعني مركز بالشغل، وانتم شايفين يعني الاخبار، يعني هاي عم بحكي معك والاخبار عم فعلا عم تنزل يعني على الموقع، لانه الخبر ما بستنى، يعني الاخبار اليوميه والكذا ما بتستنى، والحمد لله يعني في ناس كتير تعتمد على هلا كندا عشان يقرأوا الاخبار الموثوقه. طبعا في سؤال من الأخ مخلص، دكتور مخلص، بيحكي عجز الإعلام الرسمي عن منافسة السوشيال ميديا لأنه مفيد. اعتدال بتقول لك يسعد مساك. نسيم بقول لك هل صحيفتكم تركز فقط على الوضع الداخلي اللي هلا كندا في كندا، أو تهتم بالشأن العربي في الوطن العربي جزئيا؟ هلا احنا موقع اخباري، هلا كندا هي شبكه اعلاميه وليست بس موقع، يعني عندنا الراديو، عندنا الموقع، وعندنا مواقع التواصل الاجتماعي طبعا كلها، وعندنا الموبايل اب، وعندنا هلا يعني التي في ان شاء الله اطلقناه، عندنا كثير شغلات عم نشتغل عليها. هلا بالنسبه للكونتنت كموقع، نعم نحن كنديان نيوز ان ارابيك، حكيتها من شويه، اخبار كنديه بالعربي، بنختص بالشان الداخلي في كندا، وننقل اخبار الشرق الاوسط او اخبار العالم بشكل جزئي، الاخبار المهمه اللي ممكن الناس تهتم فيها. في اخبار مثلا اليوميه للشرق الاوسط ما بننقلها، بننقل الاخبار الكبيره اللي ممكن يكون فيها خبر كبير بهم الناس تعرف عنه.
طبعا اعتدال بتقول لك بصراحة، أحيانا بعتبر السوشيال ميديا العربية تشعر بأننا نجتر أنفسنا مثل القطيع، لأن الخبر بشوفه 1000 مرة والنكتة حتى لو كانت بايخة بشوفها 1000 مرة، وهذا التكرار لا يوجد إبداع بالفكر والتجديد. 100%. هذا انا بوافق الاخت اعتدال. للاسف للاسف يعني احنا احدى الشغلات اللي بنعاني منها، يعني هي احدى الصعوبات او يعني الشغلات اللي ممكن الواحد هيك يمتعض منها، انه ما في ابداع، والناس يعني للاسف يعني كثير ناس بتقلد. يعني انا مثلا بخلال الفتره اللي اشتغلنا فيها كثير ناس عم بيستنوا يشوفوا شو هلا كندا بيعمل ويعملوا زيه، بيشوفوا حتى صيغة الكتابة يعني للخبر بنفس الكلمات بيستخدمها. يعني كل واحد تعرف لما بكتب خبر أو بكتب شغلة له ستايل أو له يعني طريقة بكتابة الخبر، بياخذوا نفس الخبر غير اللي بياخذوا الخبر زي ما هو كوبي بيست. يعني للأسف ما في إبداع، ما في طبعا الناس ما بدها تتعب على حالها. من هون بنوجه رسالة محبة وشكر للإعلامية الأخت اعتدال، هي إعلامية عربية من القليلات اللي موجودات في مدينة مونتريال. إن شاء الله رب العالمين نوجه لها كل الخير والبركة، وتكون هي وأهلها سالمين غانمين. أكيد رامي، وإحنا كمان نعملها. حبيبي رامي طه بحكي لك، أعتقد أن عامل الجاذبية الذي تتمتع به وسائل التواصل الاجتماعي سببه مرونتها في توفير التفاعل بين واضع المنشور والمتلقي، وهذا الأمر لا يتوفر بوسائل الإعلام الأخرى. مثلا تستطيع أن تبدي رأيك وتنتقد وتدعم أي خبر أو أي مقال في وسائل التواصل الاجتماعي، بينما لا يمكن ذلك في وسائل الإعلام الأخرى. أنا وجدت وإن وجدت بكون نطاقها ضيق جدا. والله اشوف كل شيء له شيء، يعني انا ما مش مختلف معه، بالعكس يعني هي وسائل التواصل الاجتماعي الفيسبوك خلينا ناخذ على سبيل المثال، خلت بالزمانات لما كان في بث من جهة واحدة، لما تمسك جريدة انت تقرأ الجريدة ورأيك يختلف عن رأي الكاتب مثلا او الخبر اللي مكتوب، الشيء الوحيد اللي بتقدر تعمله انك تكتب عليه او تقول بديش اقرأها او تكب الجريدة او تقدر. هلا لا، صار الواحد يعبر على وسائل التواصل الاجتماعي، صار انت تنشر رايك كمان بالمواضيع وبالجهتين، يعني الناس بتنشر، يعني احنا بننشر اخبار مرات الناس بتعبر عن مثلا سعادتها عن حزنها عن امتعاضها. يعني الخبر، بس بدي اوضح نقطة صغيرة هون، احنا كهلا كندا كموقع اخبار ما من... مش احنا اللي بنصنع الخبر، يعني في ناس بتتعتب علينا انه كل الاخبار كورونا وكل الاخبار ما هو هذا الموضوع الساعه، يعني مش هنخترع موضوع احنا نقعد نالف فيه قصص واخبار، احنا بننقل لكم الخبر شو اللي عم بصير. مرات بيجينا خبر من الحكومه او خبر من وكالات الانباء او خبر، احنا ما يعني احنا عباره عن موقع نشر، احنا بننشر الخبر بس مش احنا اللي بنصنع الخبر. لما واحد بصير حادث سيارة مش احنا اللي خليناه يعمل حادث سيارة، احنا نقلنا انه في حادث سيارة. فعشان نوضح بس للناس والمستمعين انه الاخبار مش وسيلة الاعلام هي اللي تصنعها، هي تنقل الخبر وليس ولا تصنع الخبر. طيب عشان يعني انت ناوي نستفيد احنا السوشيال ميديا، مهتمين في السوشيال ميديا، والان عبر وسيله من وسائل السوشيال ميديا احنا بنتكلم. برايك استاذ هيثم، ايش هي اول شيء، ايش هو الشكل الايديال اللي بتعتبره هو الشكل المثالي للسوشيال ميديا المحترمه، وكيف ممكن هذا الشكل انه يبنى بشكل احترافي ومحترم وخفيف لطيف يدخل للناس ويستفيد من خفة دم السوشيال ميديا اللي موجودة؟ والله شوف، السوشيال ميديا حكيت لك من شوي كمان هي سلاح مش حدين، اكثر من حد، هي مرآة. ايش انت بتحط على السوشيال ميديا الناس عم بتشوفه، وبتعطي انطباع عن شخصيتك وعن افكارك وعن
الطريقه اللي انت يعني بتطرح نفسك فيها هي مرايه، يعني انت شو بتكتب الناس بتشوفه، مزبوط ولا لا؟ هلا الفكره انه كيف نعمل شيء منيح، لازم احنا نستغل السوشيال ميديا زي ما كثير ناس استغلتها، ب خلينا نحكي زرع بذور خير، زرع شغله كويسه، نشجع الناس مثلا تعمل الخير، يعني انا بثني على جهود الدكتور جمال، مرات كثير بيعمل شغلات وبنشر فيديوهات للا شيء، يعني ما هو ما فيش اي اجر ولا مادي ولا انه، بس بثقف الناس عن مواضيع ممكن هم ما بيعرفوها، وحتى يعني انا شفت له سلسله فيديوهات يعني من فتره نشرناها كمان على هلا كندا، كان يروح باوتاوا على المتحف، وكان يروح على الشوارع، كان يروح على مناطق مثلا يعرف الناس شو هي هاي المناطق، على البرلمان، على الكذا، مظبوط دكتور جمال؟ فهي الشغله انه انت كيف تستخدم السوشيال ميديا، والناس بتثني عليك، اللي انت بتحطه بالسوشيال ميديا هي اللي راح تكون مرآتك انت الناس تشوفك فيها. هتكون شرير بالسوشيال ميديا، تتهجم على الناس، تسب عليهم، تشهر فيهم، كمان الناس حتى لو ضحكوا لك او اثنوا عليك او عملوا لك لايك، هم صار عندهم فكره عن مين انت او شو بتعمل، عرفت كيف؟ وشوف دائما في شغله انا دائما بحكيها، واتوقع في حديث للرسول انه اللي الناس بتتفاداه لشره هذا أسوأ خلق الله، يعني هذا مش محافظ نص الحديث بصراحة، مظبوط، نعم. بس اللي الناس بتتفاداه عشان هو شرير أو عنده شر هذا مش إنسان مسوي، عرفت كيف؟ بالعكس الناس تتقرب دائما، يعني هاي شر حكمة الناس أنا، من اتقاه الناس. نعم الحديث شر الناس من اتقاه الناس لسوء عمله، أيوة هو هذا، عرفت كيف؟ فهي أو كما قال الفكرة الرسول صلى الله عليه وسلم. بالضبط، الفكرة إنه لما الواحد بده يعمل منيح، يعني أنا عفوا لما بننشر أخبار كندا، إحنا بهلا كندا، أنا فعليا من الناس مش جاييني إشي، بالعكس أنا يعني عم بثقف الناس وعم بعرف الناس شو عم بصير في كندا. هلا في كتير ناس مثلا بتعارض موضوع يعني لعلم أو لجهل أو لبعرفش، يعني كل واحد له شخصيته، بس مرات بنكون إحنا الخبر مثلا امبارح كان في خبر عن شو اسمه التصريحات تبع جاستن ترودو اللي هو حكاها يعني بعد ما ترسان، وكان في فيديوهات ومنشورة على كل وسائل الإعلام الكندية، نشرنا نفس الخبر إحنا بس بالعربي، طلعوا لي ناس مثلا على السوشيال ميديا أخباركم كذب، ما حكاش هيك، ما قالش هيك، من وين بتجيبوا أخباركم، من كذا، يا أخي طب أنا مش مضطر إني أقعد أفسر لك من وين بتجيب أخبارنا، عرفت كيف؟ عجبك الخبر اقرأ، ما عجبك روح شوف محل تاني اقرأ، صحيح عرفت صحيح كيف؟ فيعني هي هاي الشغلات اللي إحنا بالسوشيال ميديا، وبرجع بأكد أنا موضوع السوشيال ميديا دائما ال 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 الشغلة اللي أنت بتعملها بالسوشيال ميديا، يعني إذا أنت مثلا عاملين جروب، الجروب هذا مفتوح للجميع وأي واحد مرحب فيه إنه يشارك فيه، مظبوط ولا لا؟ هلا في ناس تنشر مثلا، أنا مثلا مرات بنشر أخبار لما بشوف الخبر ضروري وبهمني الناس تسمع عنه أو تعرف عنه بنشره في عدة جروبات، بس بجروبات بصراحة اللي في احترام بيني وبينهم، بعرف هاي الجروبات قائمة لإفادة الناس، مش أي جروب أنا بنشر فيه، عرفت كيف؟ الفكرة إنه تثقيف الناس، فهي اللي بزرع منيح بلاقي منيح، واللي بزرع شر حيلاقي شر بالنهاية. طبعا من هذا المنبر أنا حابب أوجه رسالة شكر لكل المؤسسات والجمعيات والأشخاص اللي قاموا بعمل مبادرات فولنتير أو تطوعية لمساعدة الأشخاص اللي محتاجين في كل المدن الكندية. وأتوقع أنا يعني على معلوماتي الجمعية الفلسطينية في أوتوا الأيباك عملوا عمل رائع الآن، وبدأوا يشتغلوا النشامى الأردنيين الآن في أوتوا وفي تورونتو، الآن شغالين برضو على مساعدة العرب والمسلمين والكنديين بشكل عام في دعم ومساعدة الأشخاص اللي بيحتاجوا الآن لنقل الأغذية أو الأدوية اللي مش قادرين يطلعوا، سواء بحجر سواء عندهم مشاكل صحية كبار السن. وبرضو المؤسسة الإسلامية في أوتوا بشكل عام تجمعوا كل الجمعيات الإسلامية في أوتوا وقاموا بذلك. فبشكرك
يعني هذه إن شاء الله توصل هذه الرسالة، لأنه استخدام السوشيال ميديا في نشر شيء مثل إيجابي مثل هذا سيؤثر مش بس علينا إحنا كأشخاص، بس على المجتمع كله، لأنه أول شيء بيستفيدوا الناس منه، والشغلة الثانية إحنا صورتنا يعني إن شاء الله بتكون دائما منيرة ومشرقة أمام الجميع، وخاصة إحنا جزء من هذا المجتمع. نعم، يعني شوف أنا في شغلة بدي أثني عليك فيها دكتور جمال والأخ محمد كمان، يعني من متابعتي أنا للسوشيال ميديا بشكل عام في كندا، خلينا نحكي ونخصص، في كتير مثلا على سبيل المثال ناس ما شاء الله عليهم بنشطوا وبعملوا كذا، وانتم من الناس كمان اللي فعلا نشيطين وبتحبوا تعملوا الخير وبتحبوا تشجعوا الناس وعندكم حجة. الواحد لما بناقش، يعني أنا بدخلش نقاشات كتير بالمواضيع الخلافية، بس لما الواحد بتناقش بأي موضوع، يعني هاي إحدى كمان بعرفش إيجابيات أو سلبيات السوشيال ميديا، إنه كل واحد بيعبر عن رأيه وبدافع عن رأيه بطريقة معينة، بس صاحب الحجة يعني تقدر تحكي إنه هذا الإنسان مثقف أو غير مثقف. يعني في ناس مثلا ممكن من وراء الشاشة أو من وراء التليفون بتحفنا بمليون قصة ومليون فيديو ومليون شغلة، بس أقعد معه فيس تو فيس أو أحكي معه كلمتين خد وعطي معه بعرفش يحكي كلمتين على بعض، وبتلاقيه إنه هو على السوشيال ميديا عامل أبو زيد خاله، عرفت كيف؟ فهي هون الفكرة، إنه أنت لما بدك تعمل شيء بدك تكون أنت قد اللي بتعمله. فالسوشيال ميديا للأسف طلعت نماذج من عدة خلفيات، وبس بدنا يعني الإنسان الواعي والمدرك والمتعلم والمثقف بيقدر بكل سهولة إنه يفرق بين هاي الناس، مين اللي كويس ومين اللي مش كويس. طب شو رأيك الآن في الإعلام المرئي والمكتوب في الأزمة الحالية؟ يعني إحنا بدنا نحاول نخلص النقاش، أنا عارف إحنا تعبناك اليوم ونشفنا رئيك، لا ولا بس الموضوع هذا مهم. الموضوع هذا مهم. الإعلام الآن يعني بتدخل على أو بتسمع الأخبار الكندية على السي بي سي أو ساعة كاملة، كل الأخبار على الموضوع الكورونا، بيجي بعديها تقرير نص ساعة عن موضوع الكورونا، بعدها بتيجي الأخبار اللي بعدها، يعني صار الموضوع يعني فيش أخبار في العالم، انتهت الأخبار الحمد لله رب العالمين. لا فيه يعني بقى المؤاخذة، يعني أنا مبارح أعطيك مثال، ما هو هاي ترند الإعلام، ترند الإعلام المسؤول بركز على مواضيع الكبيرة اللي بتهم الناس. يعني مش راح أنا أكون الدنيا قايمة قاعدة بالكورونا والناس محجورة في بيوتها والناس عم بتنصاب وعم بتموت وعم قايمة الأيام برا، وأجي أحط لك موضوع ملوش علاقة في الكورونا، عرفت كيف؟ وأنا يعني كنا بداية يعني الأزمة كنا نحط كل أنواع الأخبار، هلأ حاليا يعني 90-95% إحنا كمان في أهل كندا تركيزنا على موضوع الكورونا، لأنه هو اللي بهم الناس، هو يعني الناس بدها عم تستنى تشوف شو عم بيصير، شو التطورات اللي عم بتصير حواليها. هلا في نقطه هون، نقطه انه الوسائل الاعلام اللي بنحكي بشكل عام، احنا ما بنخصص وسائل الاعلام، لما بتيجي زي ما تفضلت حضرتك يعني على موضوع، بدي ارجع بس شوي لورا على سؤال الاخ محمد، موضوع الاعلام الكندي، خلينا نحكي على سبيل المثال موضوع، او خلينا نحكي عن قناه السي بي سي، قناه السي بي سي هي ممولة بالكامل من الحكومة الكندية، ومع هيك القناة السي بي سي ما بتتحيز انه بتدافع عن الحكومة او بدها، بالعكس لما صارت موضوع الفضائح اللي قبل الانتخابات والكذا هاجموا الحكومة، وهم وبالعكس عندهم برنامج انفستيجيشن اللي هو بي 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 يعني بيروحوا بيحققوا بموضوع الفساد وموضوع الفساد الحكومي وموضوع جاستن ترودو وكذا، فهي مش مسيرة أو مش يعني مش إنه ممولة بالحكومة، إنه الحكومة راح تسيطر على آرائها أو طريقة طرحها للمواضيع. هلا بموضوع الكورونا أعطيك مثال تاني، أنا معلش بس تذكرت هلا أحكي لك هاي النقطة، موضوع الكورونا من كم من يوم، إحنا مركزين هلا على موضوع الكورونا، من كم من يوم وصلنا تقرير، يعني في خبر نزل أخذنا إحنا كتقرير عن انه صنفت كندا رقم 11 كأسعد دولة في العالم،
فالناس اللي بتقرا كورونا ودائما بشوف تعليقات يحكوا لنا خبر حلو، احكوا لنا خبر حلو، فقلت يلا هاي فرصه نحكي لهم خبر حلو. حطينا الخبر من هون، يا ريتنا ما حطيناه. صاروا الناس يقولوا لك انتوا بلشانين بكندا، هلا هو وقته وهلا وقت السعاده، هو في دوله سعيده، هو في كذا، وكورونا قايم القعده. فانا حطيت حتى منشور على صفحتي على الفيسبوك انه ارضاء الناس غايه لا تدرك. حط لهم خبر كورونا مش عاجبهم، حط لهم خبر كندا مش عاجبهم. فبالنهايه انت أنا عندي اقتراح. تفضل. أنا عندي اقتراح. أنت حط الخبرين جنب بعض واكتب ايوه تحتيه من حقك إنك تنقي. فهي هي شوف الموضوع، يعني بالنهايه انا واحد من الناس، يعني مع اني انا ناشر اخبار وعندي موقع وكذا، بس بنفس الوقت دائما حتى لما انا بقرا، انا بقرا كثير اخبار سواء بالانجليزي او بالعربي او يعني بوسائل اعلاميه او بتقارير توصلنا. الخبر اللي ما بيعجبني بتعدى وبمشي بقرا اللي بعده او بروح بشوف ايش ثاني. الخبر اللي بيعجبني بتمعن فيه وبحكي وبطلع. انا من طبيعتي ما بحب دائما اني اهاجم حدا، ما بحب، لانه يعني مرات بيهاجموني او بكذا، بس انا ما عمري رديت ولا بهاجم حدا. كل واحد له رايه، كل واحد له خبرته، كل واحد له سياسته بالامور هذه. بس بالنهايه انا دائما يعني بنصح الناس اذا ما عجبك خبر او ما عجبك العنوان او ما عجبك كذا، خلاص ما تقرا. اذا مش عاجبك الموقع كله يا اخي انلايك، خلاص روح محل ثاني، اقرا محل بس ثاني. انت ما جاوبت على سؤالي، انت ما جاوبت على سؤالي. شو رايك في الاعلام الان في الموقع؟ يعني مثال، احكي لك مثال بسيط. اوكي، الاعلام الان مركز على موضوع الكورونا، عارفين هذا الترند، لكن ليش ما بيركز على الايجابيات في الموضوع؟ على انه مثلا عمرك سمعت خبر كم واحد انشفى او تعالج من الكورونا خلال الفتره الماضيه؟ ما سمعنا هذا الخبر، فليش لا احنا بتتوقع انه نشرنا، لا نشرنا خبر من تقريبا اربع مش انتو بحكي، مش عنك، مش عنك، على الاعلام بشكل عام، المعظم نسبيا التركيز نسبيا نسبيا الوفيات، يعني السلبيه في الاخبار الحاليه اتوقع انها اكثر من الايجابيه. شوف بحكي لك شغله، في شغله درسناها احنا بالاعلام، او مش درسناها يعني، هاي احدى الدورات يعني اللي اخذناها بالزمانات. الاخبار اكثر الاخبار اللي بتهم الناس تقراها حتتفاجئ، يعني اكثر الاخبار الناس تقراها الاخبار اللي فيها فضائح، تمام، والاخبار اللي فيها سلبيه. لما تحط لهم خبر سعيد بيقراوه، بس مش هو الترند حيكون. واذا بتتذكروا بالزمانات قبل الانترنت وقبل الكذا، لما كان في هاي الجرايد الموجودة كانت الشحان أيوة، كانت البولتات العريضة كلها إيش كذا كذا كذا، تفتح لا فيش شيء. فهي هاي ترند بالميديا بشكل عام، دائما التشويق صحيح. هو عنصر مهم في الميديا، التشويق. يعني ما في، يعني حتى الجزء من البرومو، حتى مش بس من الميديا، حتى بالأفلام. يعني لما أنت لما تشوف تريلر لفيلم بتلاقي التريلر 30 ثانية أو دقيقة، بس بكونوا حاطين لك المشاهد اللي تشدك لتقرأ الخبر او تتفرج على الفيلم. فهي هاي جزء من الترند على فكره، حتى في الشعر. نعم، حتى في الشعر العربي، الشعر اللي بنبسط عليه الناس وبحبوه، اللي بكون فيه مآسي، اللي بشرح حاله بقطع حاله وتتبهدل من الحب وتركته حبيبته وتركها، هذا هو اللي الناس بتتنقله، بحسوا فيه شغاف القلب طالع. اعمل تجربة عندك، حط مثلا منشور احكي انه عن شخص، نقي لك شخص واحكي عنه كلام حلو، تمام، وحط لك منشور تاني عن شخص تاني وسب عليه، شوف التفاعل هون وشوف التفاعل هون. اكيد اكيد بيكون في تفاعل، بس احنا بدنا انا بحكي انه لازم نضلنا ايجابيين ان شاء الله. ناديه دائما ايجابيين، ناديه يعني بتحكي نشر الاخبار، نشر الاخبار والسوشيال على السوشيال ميديا للاسف، ما هو نشر الاخبار بشكل عام انت يعني في عده عوامل بتلعب دور. يعني الخبر انا مثلا مرات في ناس تعترض على العنوان، انه العنوان بيكون مثلا مش موضح شو داخل الخبر، لانه انا عندي ليمت بالعنوان. العنوان مش راح اكتب لك كل الخبر على العنوان، يعني انا بحط العنوان يعكس جزء من الخبر على اساس لازم يشد.
عرفت كيف؟ فإذا يعني إذا حطيت كل الخبر على العنوان ليش تقرأ الخبر أصلاً؟ رامي طه بيسألك، بقول لك من خبرتك أي الوكالات العالمية المعروفة أكثر مصداقية؟ وكالات العالمية يعني بنحكي عن الشركات العربية والله شوف، والإنجليزية خلينا. مش عفوا يعني مش انا اللي بدي اقيم مين اللي مصداقيته عاليه او مش مصداقيه. انا تعاملت ب يعني بخبرتي يعني من خلال اللي اشتغلت معهم بحياتي، يعني تعاملت مع كل وكالات الانباء. كل وكاله انباء زي الوسائل الاعلاميه، كلها الها سياسه والها هذا، بس بشكل عام كل وكاله انباء عالميه بتبث اخبار حسب الـ يعني التوجيهات اللي بتكون بهذاك الوقت. يعني في عندك رويترز، عندك اي اف بي، عندك اي بي، عندك الشرق الاوسط، عندك كثير وكالات انباء. فممكن تقرا الخبر في عده وكالات انباء، هو الخبر نفسه بس كل واحد عم بيعطيك من زاويه مختلفه. فمش يعني عفوا مش انا اللي راح احدد مين اللي عنده مصداقيه، كلهم عندهم مصداقيه وكلهم بنقلوا اخبار، بس طريقه صياغه الخبر هي اللي بتعكس توجه أو طريقة الوكالة. اشتغلت دبلوماسي قبل هيك؟ مبين مبين كل الأجوبة. طيب احنا بنحاول ننكش فيه، مش ظابط الموضوع. أستاذ طب محمد ايش بدك اسمعك تحكي لك؟ سمعني على دلعونة، ايش على بكتب لك؟ دلعونة. اكتب لك خبر، بكتب لك ما عندي مشكلة. كان في برنامج ما يطلبه أنا المستمعون، ما حقيقة اعرف بدي اذا أشكرك بتتذكره. صديقي. طبعا. تفضل استاذ محمد. عفوا. أنا صراحة بدي أشكرك، يعني بالرغم من الدبلوماسية العالية اللي كنت يعني تحاول إنك تظهر فيها، إلا إنه استطعنا إن ننتزع منك بعض التصريحات، ولكن يا استطعنا ساتر أن نوصل إحنا وإياك لفوائد كثيرة والحمد لله. إن شاء الله نكون استفدنا من هذا اللقاء، وإن شاء الله نحول هاي الاستفادة إلى شيء عملي. وأنا بقول إنه زيادة التواصل ما بين المعطي أو المرسل والمستقبل مهمة جدا، حتى تنقي الوسيلة وتنقي الرسالة وتحسن الأداء للمرسل بشكل جيد، اللي بعد ذلك يستمر ويكون مفيد لمجتمعه، ما يكونش ضار له. صحيح احنا بهمنا انه الناس تحبنا، لكن بنفس الوقت لازم نفهم ونتذكر المثل العربي اللي بيقول نيال من بكاني وما بكى وما ضحك الناس علي، او بشكل او بكاني وبكى باخر علي. يس بكاني وبكى علي ولا ضحكني وضحك الناس علي. صحيح بنحب الناس يستمعوا لنا ويكونوا متواصلين معنا، لكن مش نضحك عليهم ونضحك الناس عليهم. هذا امر مهم وقاعده مهمه، لانه هذه اللي بتستمر وهذه اللي بتبقى. اكيد. اشكرك استاذ هيثم. انا معلش انا بدي اضيف، تفضل، بدي أضيف مداخلة من أخونا أنس، دخل معنا بسلم على الجميع وبسأل ليش ما في منافسة شريفة بموضوع الإعلام العربي في كندا، إيش بتتوقع؟ يعني هذا السؤال أعتقد إنه ايش عفوا السؤال؟ ما في منافسة شريفة بالإعلام العربي في كندا. بعرفش والله ليش ما في منافسة شريفة. شو يعني شو المقصود بالمنافسة الشريفة يعني؟ هل تتوقع ما في منافسة شريفة؟ أنا أتوقع الساحة مفتوحة للجميع و... انا هذا اللي دائما بحكيه، يعني دائما شوف اللي بيشتغل في الإعلام. نرجع نحكي، الإعلام ليس سوشيال ميديا، والمنافسة الشريفة ما أعرف شو مقصود بأنه منافسة شريفة، بس إنه المنافسة الساحة مفتوحة للجميع، وهاي الميدان يا حميدان. وإذا في أي موضوع الواحد ممكن يعني يبتدع أو يكون مبدع فيه، ليش لا؟ تعمل شغلك بس ما تقلد غيرك، ما تسرق أفكار غيرك، ما تدعي انك انت صديق لغيرك وتاخذ افكاره وتروح تعملها عندك
وبعدين تيجي تقول ما في منافسة أو في منافسة. الشغلة مش شغلة إنه منافسة أو مش منافسة، هي شغلة إبداع وشغلة عمل. عرفت كيف؟ ومن جد وجد. يعني إحنا حكينا يمكن ببداية الحلقة عن الفرق بين السوشيال ميديا وبين الإعلام، وما بعرف يعني إذا نرد نعيد نفس الكلام ما بعرف. اوكي، هم بيحكوا يعني انه مفروض يكون في الكل، في ناس تضرب ببعض طبعا. الاخت اعتدال بتحكي لك لازم يكون في اخلاقيات في العمل، يعني نفس اعتقد اشاركه. طبعا نشكر الجميع باسمي وباسم اخوي الاستاذ محمد، نشكر اول شيء كل من كان معنا على منصة اليوم، ونشكر الإعلامي الصديق الأستاذ هيثم رئيس ومؤسس مجموعة هلا كندا. أهلا وسهلا فيك، شرفتنا وكان حوار دبلوماسي رائع. شكرا جدا أشكرك لك. حبيبنا، أنا حابب أتشكركم فعلا وأثني على جهودكم، وعن جد جهود كانت كتير يعني على الساحة منذ البداية، وعندكم فعلا إبداع بالشغل، وأنا بصراحة كتير مبسوط من اللي بتعملوه، وإن شاء الله إنه يكون دائما في أول شيء من ميزان حسناتكم الله يخليك. ووضع بصمة إن شاء الله يعني تكون تأثيرها طويل، لأنه فعلا إحنا نحتاج إلى ناس بتشتغل بضمير وبتشتغل بطريقة شريفة. وزي ما تفضل الأخ أنس، بعرفش أنا مش شايف تعليق بعرفش ليش، بس إنه برجع بقول اللي من وجد وجد ومن زرع حصد، واللي بيعمل منيح ببين واللي بيعمل مش منيح كمان ببين. نتمنى دائما للجميع يعني يكون في نوع من التآلف بهذا المجتمع، والهدف أتوقع بالنهاية كل واحد، ومن يدعي إنه الهدف مش واحد بيكون إنه هو فعليا أجندات تانية، أكيد. لأنه الكل أنا شفت الكل اللي بيشتغل في الإعلام أو بالسوشيال ميديا بيقول لك بدنا نضيف إشي لهالمجتمع، بدنا نظبط هالمجتمع، بدنا الناس تحب بعض، بدنا يكون في إشي نعتمد عليه في هذا المجتمع. وهي مبينة الشغل لكل واحد بيشتغل، مبين شو بيشتغل ومبين أكيد. التقدير. وأنت تعرف أخ جمال يعني كمان أنت من الناس اللي معطاء في كل المجالات، الله وكرمت يخليك. من أعلى المستويات يعني على بكندا للقاء شغلك ولقاء الإبداع اللي أنت أو المجالات اللي دخلتها وغيرك ما كان مفكر حتى إنه يدخل فيها، لأنك فكرت بطريقة خارج الصندوق ولقيت في مجال مفتوح ودخلت فيه وفعلا أثبتت نفسك ولقيت التقدير من خارج حتى مجتمعك. يعني أنت مقدر في مجتمعك، بس كمان لقيت تقدير من جهات من برا إنه أنت فعلا عم تعمل منيح لهذا المجتمع، وهذا اللي الله إحنا يخليك. بندور عليه. ما عم الله ندور يخليك. على موضوع بس إنه نعمل شغلات في تفيدنا شخصيا، بدنا شغلات تفيد الجميع، وهذا اللي كلنا بنسعى بالعكس، له. هذا واجبنا أن الناس نعكس صورة جيدة عن إخواننا العرب والمسلمين، في خاصة في المجتمع الغربي. حاب أذكر برضه في مرة ثانية بالأكتيفيتيز اللي عم بيسووها الجمعيات العربية والإسلامية، منها جمعية مجموعة النشامة الإيباك، الجمعية العربية الفلسطينية في أوتوا، في تورونتو جمعية الشباب الأردنيين ما شاء الله عليهم، الجالية الإسلامية في أوتوا، وأعتقد الجالية الإسلامية الآن في تورونتو عم بيسووا. فأي واحد محتاج بده أي مساعدة ممكن يتواصل يا معاي يا معاهم دايركت، إذا بيعرف هذا أكيد راح يساعدوه، وإن شاء الله ما بيقصروا، ما حيكون في حدا. حاب أذكركم إنه بكرة برضو عندنا لقاء الساعة 8 في موضوع مهم جدا جدا جدا. بكرة حننشر الموضوع، حننشر الضيف. بعد بكرة برضو في لقاء معنا ضيف أو ضيفة مهمة جدا إن شاء الله، هتكلم عن مواضيع طبية مهمة جدا، فخليكم معنا كل يوم الساعة 8. وإذا في أي أحد يعني من هون من هذا المنبر، أنا والأستاذ محمد بنناشد الجميع، إذا أي أحد عنده آيديا لموضوع أو بيقدر يتحدث في موضوع، وهو يعني بدنا يكون شخص طبعا ثقة إنه يكون معلومات صحيحة عشان يوصلها للجالية، هذا المنبر مفتوح للجميع. منكم وإليكم، والسلام عليكم. والسلام شكرا عليكم. لكم، وإن شاء الله تكون الأيام القادمة إن شاء الله
خير، وكمان مرة بتشكركم على الاستضافة، ونتمنى لكم ليلة سعيدة إن شاء الله. الله يخليكم، السلام عليكم. الله، سلام.